ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن الفنان المعتزل الشاب بلال المغربي مساء يوم الثلاثاء عن وفاة فلذة كبده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبعد اتصال منابر إعلامية مع محمد بلال، قال بنبرة جد حزينة أن ابنه الرضيع البالغ سنة وشهرين قد وفته المنية يوم الثلاثاء بأحد مصحات مدينة مكناس بعد 3 عمليات جراحية. خالص العزاء للفنان المعتزل الشاب بلال المغربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.